ما بين اللايف وما بين خلف الكواليس بيبقى في فرق في الشخصية. أنا باللايف بحس حالي برتاح أكتر من الريهيرسل، يمكن علشان أنا دوري في البرنامج يتطلب مني مش إن أنا أبقى شخصية معينة بس أركز في حاجات معينة، فممكن أبقى جد شوية. أنا حد تاني خلف الكواليس، ممكن أكون يعني مفروض ما فيش حد بيقول على نفسه مهضوم أو بيحب يضحك وينكت يعني، بس أنا كده. لا ما بظن بتغير انا قبل وبعد البرايم، يعني الانرجي اللي موجوده بين كل يعني بين انا ويارا ووائل نفسها هي هيدي، في انه حماس نفس الوقت وقت يكون في شيء جدي، اذا عم نناقش مثلا التيم الحلقه او شيء بنكون هيك كثير عاطين الموضوع جديه، فما بتغير. بحس في بعض المشتركين ممكن يتقبلوا الباد كومنتس وفي مشتركين ما بيتقبلوش الموضوع ده. شو ما كان مين ما كان الشخص تقول له شيء سلبي بيزعل، قد ما اقول لك انا عندي روح رياضيه وهيك بيزعل. مثلا جنان بحسها كثير مرهفه، انه حساسه، بتحس انه بدك تراعي كثير كيف بدك تقول الجمله. يمكن شويه عبد الرحمن، سمر زمان بتهيألي اذا انا فاكر سمر، بس سمر بتزعل. راشد لان هو ما بيتكلمش خالص، فيش اي انتراكشن، فيش تفاعل. راشد لانه ما عنده رياكشن، ما كتير بيعطي ردة فعل، يعني بس بيضحك، ممكن يضحك انه شوي، هذا الماكسيمم. تقريبا زاهد ونور السبور الحريري. تخيل كل الروح هون رياضيه، يعني حتى اللي عم يفلوا انه يكونوا مستوعبين شو عم بيصير، منه انه والله شيء للاطفال. بطل بس هم انه مين حيفل، يعني بنفكر بكل شيء، بشكلنا، بطلتنا، انه كون قد ما فيني عادله لاقي الكلمات الصح. ما بحب كثير اني زعل حدا، فهيك بقول لهم بطريقه سلسه. كب نكب مهضومه تعمل جو، هاي هي اللي يمكن بعدين هم انه توصل بطريقه حلوه. بس ما بشيلش اي هم قبل اللايف. الترتيب اللي افضل اطلع فيه بالمسرح هو الاول، لانه خلاص اطلع وارتاح نفسيا. ثانيه مثلا، لا الاولى ولا الاخيره، بفضل نكون ثالثه ولا رابعه، بفضلكم اولى او ثانيه. الشخص اللي بفضل ما اسمع صوته قبل ما اطلع على المسرح جينان. لانه اذا كنا باك ستيج وجينان بلشت تحكي، بتكون عم تحكي مع السماء او مع الارض، وانا بكون عم بحاول ركز. كلهم ما بحبش اكلمهم قبل ما اطلع على المسرح، انا ابقى في ايه ولا في ايه، كل واحد يقعد يقول لك ربنا معاك ربنا يوفقك، رايحه حريب يا عم لا طلع على المسرح ولا. اخر شخص ما نحبش نهضر معاه قبل ما نطلع للمسرح هو جنان، تقول له غير ذبذبات وذبذبات، فما نحبش قاعد نهضر معاه قبل ما نطلع. جنان لانها مزعجه. اول شخص نحب نهضر معاه مور ما يخلص اللايف هي اختي، لانها تعطيني رايها في الفيديو اللي درته. اخت سيدة والدي، اسمع رايه في الفيديو واسمع الكلام اللي هيقوله لي. اول حدا بحكي بس يخلص اللايف اهلي، خطيبتي، بعدين امي. اول احد احكيه هو على الواتساب، جروب اللي بيه اهلي واصدقائي كلهم، اشوف رده فعلهم. اتكلم مع اهلي واخي ابراهيم. يمكن بغير هيك وقفه الدينجر زون، بعملها قاعده دينجر زون مثلا، لانه بكون كثير هيك موترين. بغير واحد من لجنه الحكم ونبدل الاسئله اللي يعطوهم من على السيد. خلي لجنه التحكيم تقول رايها في كل قسم من الخمس اقسام لوحده. بلغي فقره انه يكون الدينجر زون بس خمس دقائق واخر خمس دقائق، لا خلي مثلا التصويت للاسبوع اللي بعده او هيك، يعني مرحله الاسئله لانه ما احب اتكلم. خلي اللي بيطلع دائما المركز الاول ياخذ جائزه، لانه ساعتها بيصير التحدي عن جد.
احلى تعليق جاني وانا فوق المسرح هو اني جذاب جدا. ايه في حدا بيعطيني رفيقي عبد الله، هو بيعطيني كل مره ما بيهمه شو مقدمه فيديو، ما بيهمه شو لابسه. وقت كنت لابسه فستان اخضر انه كثير كان لبق لي وطالع هيك برنسس فحبيت الماكياج تاعك. احلى شيء قال لي عبد الله انه انا احلى وحده. اهضم التعليقات اللي بتجيني على شكلي باللايف انه كثير في بحضوري كاريزما. امي ظلت على تقول ليش لبست سترة قصيرة، وهذا أكثر تعليق أجى ببالي. أخي الكبير أبو تيم بيقول لي مثلاً طالع بني آدم اليوم، فبعرف إنه كان شكلي حلو. باللحظة اللي بكون واقف فيها على الستيج بكون عم فكر إنه ركز ولا يغمى عليك. أكيد كون أوستيج أنا بقى أقول في راسي ابتسمي 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 حتى ولو كانوا الكومنت سيئين بعدك. كيف أتكلم؟ كثير عم بتضحك ولا قليل عم بتضحك؟ لازم أعمل هيك ولا هيك؟ بس كون على المسرح بفكر بالعلامة اللي بدي أخذها. دايماً في بالي هل وائل منصوري رح يعجب الفيديو ولا لا؟ لو هجيب حد يحضرني أكيد هجيب أمي. خالتي وبنت خالتي. إلا في بالي نجيبت واحد يحضرني هي أمي. بحب يجي يحضرني نصيف زيتون. رفيقتي سارة. أمي. بس إذا تجي لازم أجيب علامة عالية، فرح أحس البرشر رح يكون أعلى. جيب أبي. حابة أعرف فايا شو عم تحط علامات، لأنه يعني أوقات بتحط بتعطي كومنتس بوزيتيف وما بعرف شو بتحط، يعني ما عندي فكرة شو معقولة تحط. وائل لأنه نحس دايما يحبطني في النقاط. وائل بيحط العلامات، هموت وأعرف بيحط لنا إيه في العلامات بتاعته. ولا مرة كان عندي الفضول أعرف شو عم بيحطوا علامات. بحب أعرف فايا شو بتحط لي علامة، لأنه يارا دايما بتحب الفيديوهات اللي بقدمها وبتحط لي كذا مرة حطتي علامة كاملة أو شبه كاملة. وائل بيكون شديد شوي، ففاي بتقلي أحيانا كومنت حلو بس ما بعرف العلامات يعني عم تطلع ناقصة، فبحب أعرف فاي شو عم تحط لي. هي فاية كان زمان وائل منصوري، بس وائل منصوري صار ما أعرف يعني رأيه صار صحيح نوعا ما، فاية دائما رأيها مفاجئ، يعني بالعكس فاية صارت هي اللي ما يعجبها. وائل منصور الحكم اللي أتمنى أعرف علامته يارا، لأنها أكثر واحدة تحبني يارا. مين من الحكام اللي بحب أعرف قديش العلامة اللي بحطها؟ أكيد وائل. مع محمود أشرف من مصر ناطرين فيديو بيجمع بين التوعية من الإدمان والكوميديا. أنا متحمس جداً إن أنا أوري الفيديو بتاعي للجنة وللجمهور، ربنا يستر بقى لأن اللجنة النهاردة شديدة علينا شوية في الدرجات بتاعتها، فأتمنى إن أنا أخد درجة كويسة. الفيديو ده المرة دي أنا مغير فيه تقريباً كل حاجة، يعني أنا عامل كادرات متحركة ما عملتهاش قبل كده، عامل دراما، عامل موسيقى حزينة رغم إن المفروض إن أنا كوميدي، الأداء حزين، فحاطط ستايل مختلف تماماً، من كل الحزن ده بقى بيطلع كوميدي. محمود كتير حلو الموضوع، إدمان السوشيال ميديا اليوم يمكن هو أكتر إدمان منتشر يعني بعالمنا، بس أنا بالعادة بتضحكني أكتر ما بعرف ليه، يمكن لأنه الموضوع كتير يعني موضوع إدمان السوشيال ميديا كتير عم ينحكى فيه وعم ننكت عليه وهيك، فيمكن ما في شيء فاجأني. هاشتاك محمود أشرف، لايك لايك ريتويت تاك منشن دي تاك وتيم دي منشن. شكرا. محمود النص بتاعه ذكي، يعني في ذكاء في النص بصراحه، ومع الاصوات اللي هو حاططها ده متماسك، يعني كاستراكشر متماسك. و يعني انا اكتر حد ضحكني في الاخر هو لما قال اديني حقنه الواي فاي بسرعه، ودي انت اللي كاتبها اكيد. ممكن اقول ان ده فيديو سيف. خلينا اشوف علامتك يا محمود. 56. شكرا. العلامة بتاعتي مش عجباني، ويعني أنا كنت قايل قبل ما أطلع اللايف إن الفيديو بتاعي في ريسك، يا إما هيوصل للجنة وآخد درجة عالية جدا، يا إما مش هيوصل للجنة وأنزل مرحلة الخطر، وده اللي حصل، فأنا كنت متوقع. نور كل ما يساعد حد في الفيديو بتاعه بينزل مرحلة الخطر، رحت أنا واخده ومثل معايا، أنت متخيلة؟ لا تخاف، أكو أمل بعد، أكو قدامك ناس. حبيبي أنا مش خايف. ما طول أنت راضي على الفيديو. بس هذا المهم. حبيبي. وراضي عن وجودك في الفيديو. حبيبي تسلم. باي. الحمد لله مرة هذه ما حسن قلقان، لأنه مقدم شيء حلو وشيء مرة أحبه، وإن شاء الله أنه ما نقلقان على النتيجة.
انا متفائل بالفيديو لانه اكثر فيديو هذا حبيته وان شاء الله راح يكسر الدنيا. انا فيديو راشد اكيد. جماليات تحفه طبعا الالوان، لما ترمي اي الوان في اي حته طبعا اكيد دي اللي عين حلوه. ممكن في التحدي النهارده فهمناها، بس بعد كده لو حد شاف الفيديو كده لوحده هيفهمها، بس ده ما يمنعش انه الفيديو طبعا عبقري. يعني مثل ما قال وائل، الالوان بالصوره كيف انت السلو موشن انت وعم ترمي، يعني كله كان كثير حلو. خلينا نشوف قد ايه رح تاخذ على 75 يا راشد. ايوه 61. السكورات العاليه لانه الاكثريه بال60. اكثر فيديو انا اشتغلت وحبيت الفيديو هذا، فاستغربت من العلامه، بس الحمد لله انه لسه ما لي مرحله خطر. جنان يعني الى الان هي في المركز الاول، بالعكس انا مبسوط لها لانها هي من اكثر المشتركين اللي جالسه تتقدم وجالسه تشتغل على نفسها كثير. بالعكس انا فرحان لها وابغى اشوف رده فعلها كيف بتكون، بس لسه باقي عبد الرحمن ونشوف رده فعلها. أنا خامس واحد اليوم راح أطلع، متحمس جداً، أتمنى الفيديو يعجبهم ويأثر بيهم ويوصل لهم فكرة اللي أنا أريد أوصلها. أكثر شيء قلقان عليه أنه أخذ درجة مو زينة، فأتمنى أنه درجات تكون زينة والمسج توصل. شعوري هسه ما ينحسد عليه، لأن خلال الأسبوع كله إحنا نشتغل ونتعب، مرات نرتاح وبعدين moment of truth خلال كم دقيقة تكون على الستيج وتنتظر رأيهم وتسمع كل كلمة من عندهم، عبالك العالم كله يتوقف، فشعور حلو ويخوف نفس الوقت. يارا حبيتي فيديو نور الدين؟ أول شيء يعني هو عم بيحكي بتحس كتير بيشبه المود، يعني هيك بمطرح الإضاءة هيك خافتة شوي. يعني نور الدين عم يحكي عن أخطر إدمان بالعالم، يمكن أنا بحضر أكيد هيك فيلم، بس آخر شيء زعجني هيدا المشهد بخوف. يعني هاي مقصودك؟ بس لازم، لا لازم عن جد نحس بالهالهزة هيدي، لازم نعرف الحقيقة يعني والنتائج لحتى نوعى. نور الدين أي لايك. فايا عشو بتعطي لايك لنور الدين؟ بعطيه على الجماليات وعلى المحتوى وعلى التأثير. أكيد فيديو حلو، بس ما عرفش حسك اتخذت في حتة غير الحتة اللي أنت جاي تعملها أصلاً. يعني أنت جاي تعمل تقييم للأفلام، حلو؟ أنت ما قيمتليش الفيلم، أنت قلت لي فيلم بيتكلم على إيه؟ بما إن إحنا بنتكلم على الإدمان، هل علشان إحنا كل أسبوع بنقول لك فيديوهاتك حلوة فالمرة دي اتخذت لدرجة إن أنت بعدت تماماً عن الكاتيجوري بتاعتك؟ طلعوا العلامات رح نشوف على 75 يا نور الدين قد ايه بتحصل على 60. يعني من السكورات العالي اليوم، ما عندنا كثير سكورات بال 60 كله. علامتي اليوم 60، طبعا مقارنة بالاسبوع اللي فات كانت 74، انحدار قوي، بس فايا ويارا عجبهم كلش. انا برايي وائل اعطاني كومنت صحيح انه انا ما دا اسوي مراجعه للفيلم، بس دا احكي بشكل سريع عن الفيلم، فراح اخذ هذا التقييم بعين الاعتبار. مقارنة بهذا الأسبوع أنا الثالث حالياً، يعني مرتاح، ما راح أكون منطقة الخطر، لكن كنت أتمنى أنه أخذ مراتب أعلى ونشوف شو يصير. مع ماريلين توتونجان من سوريا بنتعرف على أشكال جديدة للإدمان دخلت على واقعنا وصارت بنظر البعض لايف ستايل. هذاك الأسبوع اللجنة كان العداد عندهم معلق على الستين، يعني كل شيء ما بينزل تحت الستين. هالأسبوع معلق على تحت الستين، يعني ما مسكر معهم العداد شكلهم هالأسبوع. أنا شايف يا ماريلين ده أضعف فيديو ليكي لغاية دلوقتي. فكرة الفوتوشوب دي اتعملت مليون ألف مرة طبعاً، معروفة. كان مجرد يعني كان مجرد نصايح بتديها في الفيديو مش اكتر ولا اقل، فانا متوقع منك انت بالذات من اكتر المتسابقين اللي بيجيبوها وهي طايره، صح؟ اللي هي عم تحكي عنه عن جد بهم كل شخص وكل امراه، لانه موجودين عم نشوفهم. يعني اوقات اشخاص مثل ما حطت بالفيديو، اشخاص مشاهير يعني من العالم، لازم مشوهين. الفيديو كثير حلو، كثير عجبني انا. اي لايك ذس فيديو. شكرا يارا. بتفق مع وائل اكثر من يارا. ما بعرف، لانه يعني توقعتك تحكي شيء، انه انت لايف ستايل اكيد حتحكي شيء، يعني يا عمليات التجميل يا على الفلترز على السوشيال ميديا يا على الشوبينج،
بس انه هلأ صرنا نحنا بمرحلة من البروغرام انه مش انه شو تقول كيف تقوليها وبده يكون الفيديو واو. اسلوب ماريلين انا بحب فيديوهاتك كتير بس اسلوبك دائما هاي بتحكي كلمة كلمة بحس فيها شوي يعني under estimation للذكاء الشخص اللي عم يشوفك. بحس بتحكي كتير هيك انه ايه بتستخفي ما بعرف ليه نفرت منها هالمرة. خلينا نشوف العلامات ماريلين. خمسة وخمسين ماريلين. تركيب الفيديو كان هس الوقت صعب شوي. الأفكار يمكن قالوا إنه هي شايفينها من قبل بس يعني ما بعرف يعني يمكن أيام الإنسان يمكن الإبداع بيوقف كذا. هلأ لنشوف إذا الله كاتب لي إبقى يعني حأبقى إذا ما كاتب لي إبقى هي بتكون تجربة حلوة. بعتقد اليوم أول مرة بكون آخر واحد بيطلع فيه على المسرح فالأعصاب شوي مرتاحة بس بنفس الوقت مانا مرتاحة لأنه بركدا بنزل بالدينجر زون والعالم ما عنده وقت تصوت لي. تعليقات لجنة الحكام اليوم كانت غير متوقعة فالله يستر شو بدهم يحكوا لي. بداية مع وائل، شو رأيك بمحتوى الفيديو اللي شفته؟ عبد الرحمن، انت الفيديو النهارده بيتكلم على الادمان بس انا somehow حسيته هي قصه حياتك مع الجيم. هو ده شويه ممكن يكون ضيع الامباكت بتاع الفيديو من اصل الناس بتريليت مع حاجات اللي هي حقيقه حصلت مع شخص. انت ما عملتش ستيرويدز وكان بيفور اند افتر. كفكره كتير اثرت فيه لانه هيدا من الواقع اللي عم نشوفه وقد ايه بنسمع بانه رياضيين صار في يعني حالة وفاة مع كتير رياضيين بس حسيت انه الفك التنفيذ ممكن يكون بعد احسن من هيك. ما بعرف في شيء كان انه كان ممكن تتنفذ بطريقة احلى يعني تعملنا شوك وانه واو. عرفت كيف انه هدول الكلمات اللي هيك انه واو. خلينا نشوف العلامات على 75. ترتيبك المرتبة التاسعة. ثانك يو. علامتي 42 ولما اخذت العلامة انا اكثر شيء انبسطت منه ردة فعل الجمهور. كل الجمهور عمل فحسيت الجمهور حب الفيديو. هاي ثاني مرة بكون بمنطقة الخطر، منه شعور حلو ابدا خصوصا اني راح اكون مع ماريلين. المشتركين الاثنين يلي حصلوا على اقل معدل علامات بتحدي هالاسبوع هن ماريلين وعبد الرحمن. مش عارف انا ايه حكايه عبد وماريلين. طبعا النهارده اول مره تكون في الدينجر زون، هي معودانا او معودانا انا على مستوى معين بيكون فوق المتوسط، فلما تعمل متوسط بحسه انه مش كويس فاهم. بس عبد الرحمن كان في الدينجر زون قبل كده اوقات ما بيستغلش حته الجيم دي صح يعني. انا ولا مره شايفه في الجيم لغايه دلوقتي. هاي ثاني مره بكون بمنطقه الخطر، منه شعور حلو ابدا خصوصا اني راح اكون مع ماريلين وما في اي هارد فيلينجز اذا انا طلعت وماريلين ضلت. بالعكس انا كثير بعزها لماريلين وعلاقتنا قوية من بداية أيوة البرنامج. ما بعرف الشعور غريب يعني صراحة ما بحس بشي، عم بحس هيك عم نمزح. إذا أنا مكتب لي إنه ضل حضل وإذا ما مكتب لي ضل الحياة ما بتوقف هون. هي كانت تجربة حلوة وتعلمت منها، وأهم شيء إنه تعرفت عالم كثير مهضومين وأنا عن جد حيضلوا رفقاتي لآخر عمري. وتعلمت أعمل مونتاج وهالشغلات أنا ما كنت بعرفهم، فهي كانت بالنسبة لي من تلك إنه أنا تعلمت أشياء. ماريلين صراحة أعطيتها علامة اللي بتستحقها لأنه أنا الفيديو اللي قدمته كان مقنع لي وكان مؤثر حبيته. اليوم العلامات كانت كتير واطية كتير كتير واطية يعني نحن شفنا البداية كانوا كلهم بالستينات، قلنا العلامات اليوم كلها رح تكون واطية على طول عرفنا. يمكن بعد مستوى هليك الحلقة يمكن باللاوعي صارنا توقعات كتير كبيرة. والموضوع يعني الموضوع الإدمان منه مهم وخطير وهيك بتحس بدك شيء عن جد فيديو يعلق بالذهن ترجع تعمل له شير ويكون واو. المشترك يلي أنقذوا تصويت الجمهور من منطقة الخطر هو عبد الرحمن الحريري. ألف مبروك لإلك.
بتشكر كل واحد صوت لي طبعا، ان شاء الله اقدر ما اخزلهم يعني، اذا هم حابيني وحابين اني ضل بالبرنامج لازم انا اقدم شيء احلى بكثير. بحب الا لمارينين، بتمنى لك كل الخير، وانا متاكد انه انت نجمه وراح تحققي اشياء كثير حلوه بالمستقبل. نحن زعلانين، نحن زعلت، انصدمت، بس بحس انه فيها تعمل كثير اونلاين، هي كثير شطوره وشيز ا جود فيديو ميكر، فما بينخاف عليها ابدا. المشوار كان كثير حلو، انا فتت لحتى اتعلم واتعرف على عالم جداد، وهذا اللي صار. والمشوار ما بيوقف هون، لانه انا اوريدي مبلشه حلم ومكمله فيه. مره زعلان لانه هي اكثر واحده خبله في البرنامج. برنامج بلا مارلين راح يكون بدون طعم بدون ملح، هي كانت اللي تسوي لنا اجواء، وكنا دائما نتسلى بوجودها وشو تسوي، بس هاي اللعبه ولازم نستمر. بقول لهم طولوا بالكم، كونوا رايقين، بعرف في منهم بيكونوا بيعملوا بانيك اتاك وهيك، بقول لهم انا بحبكم كثير، كثير انبسطت اني تعرفت عليكم، حيضلوا رفقاتي، حيكون لهم ميموري بقلبي، وعن جد بحبهم كلهم.